بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على بركة الله وحفظ انطلقنا، فانطلق الجميع هنا على أرضية هذا الميدان. نحييكم دائما ونجدد لكم هذه التحية هنا في هذا اليوم في انطلاقات سن اللقاية، شوطنا 21 الذي خصص للإبكار المحليات الأصايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. هناك التقديم، هناك المقدمة، هناك الأسامي الحاضرة، زعزع ومحمد أو عمر بن محمد بن قران، لجتبي النقلة على المركز الثاني، زاهي مطر بسعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث هناك مخيفة علي بن مرخان، محمد العلي بن مرخان لجتبي، ورابع المراكز هناك سيدة مسعود بن سيف بن راشد السعدي، وفي المركز الخامس اللي هي سياد خليفة بن ديلة بن سالم النعيمي خامسا، وفي المركز السات اللي في المركز السات مبارك بن زاهرة، مبارك ما شاء الله، نعم ثروة، نعم سعيد بن خليفة بن زاهرة الأخيري سابع المراكز، هناك اليافل محمد بن أحمد بن حلوة، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع غزر في سابع المراكز علي بن سالم بن عمر الشامسي، وفي المركز الثامن هناك مزون علي بن هدوب بن خطروش الهاشمي، وتاسع المراكز ميزة مع سيف بن نواف بن فاضل المزروعي، وفي المركز العاشر هناك باركلين حارب بن سلطان بن راشد بن سعيد الاجتبي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي للأسامي وللمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام يا الأسامي الحاضرة هنا على أرضية هذا الميدان، الأسامي الحاضرة هنا مع زعزعة وأيضا زاهي مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري حاضرة في هذه الانطلاقات. ثنائية جميلة، ثنائية مميزة، ولكن زاهية مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري أول مراكز، زعزعة ثانيا، وعمر بن محمد بن قران الاجتبي على ثالث المراكز، النقلة على المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك من الجانب الآخر سيدة مسعود بن سيف بن راشد السعدي، بينما اللي في المركز الخامس سياد وخالد بن ديلة بن سالم النعيمي رابع المراكز، وفي المركز الخامس أشوف بن عمر حاضر غزر غزر علي بن سالم بن عمر الشامسي، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس شعار محمد بن أحمد بن حلوة أيضا مع اليافل، وسابع المراكز اللي في المركز السابع هناك من الجانب الآخر وسيلة وعبد الله بن محمد عاضد المهيري، وتاسع المراكز ميزة سيف بن نواف بن فاضل المزروعي، وفي المركز العاشر بلاد وأحمد بن عجلان بن مخيط بن كراز المهيري. هكذا كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. يا زعزعة ويا زاهية، زعزعة وزاهية والثنتين كلهن ما شاء الله في موقع واحد، الثنتين كلهن في موقع واحد، ولكن يا هل ترى إلى أين سوف يذهب عنوان هذا الشوط؟ إلى أين سوف يذهب عنوان هذا الناموس؟ زعزع أيها الإخوة ما زالت هنا ما بينها وبين زاهية 1600 متر أخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية، 1600 أخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية. عمر بن محمد بن قران الاجتبي، بينما زاهية في المركز الثاني، مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري ثاني المراكز، وفي المركز الثالث هناك اللي في المركز الثالث أيها الإخوة سيدة ومسعود بن سيف بن راشد السعدي، المركز الرابع هناك بلاد أحمد بن عجلان بن خيد بن كراز السبوسي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. طارت الطيور برزاقها، طارت الطيور برزاقها، والكل بالمركز الأول، ولكنها زعزعة، زعزعة أيها الإخوة هناك على مقدمة هذا الشوط مسيطرة على المركز الأول، وعمر بن محمد بن قران الاجتبي صامد على مقدمة هذا الشوط على هذا الانطلاق الجميل. ولكن شوف هناك سيدة مسعود بن سيف بن راشد السعدي أيضا حاضرة، زاهية من الجانب الآخر، وأيضا حضور زاهية جميل هنا في هذا الانطلاق، مطر بسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، ولكن شوف عززر غزر غزر علي بن سالم بن عمر الشامسي أيضا حاضر مع هذه الانطلاقات الجميلة. هذا
هذه الانطلاقات الموفقة. ولكن لمن الشوط يا زعزعة، لمن الشوط يا زعزعة، لمن الشوط يا هذه الأسامي الحاضرة هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق زعزعة هناك على المركز الأول على مقدمة الشوط عم عمر بن محمد بن قران. الاجتبي المركز الثاني، أشوف المركز الثاني غزر علي بن سالم بن عمر الشامسي حاضر. المركز الثالث هناك سيدة أيضا مسعود بن سيب الراشد السعدي. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات مزون وعلي بن هدو بن خطروش، أيضا الهاشمي ميزة لسيب بن نواف بن فاضل أيضا رابع المراكز. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي أيها الإخوة لهذه الأسامي الحاضر. ولكن زعزعة، ولكن زعزعة أيها الإخوة التي انتزعت المركز الأول، التي انتزعت المركز الأول. سلام عمر بن محمد بن قران، أنا اجتبي سلام على هذا الأداء الجميل والمميز. المركز الثاني أيها الإخوة، هناك اللي في المركز الثاني مستمعين الأعزاء علي بن هدو مخاتروش. المركز الثالث شعار بن عمر، ثالث المراكز ميزة سيف بن نواف بن فاضل. المركز الخامس مستمعين الأعزاء لوسيلة محمد أو عبد الله بن محمد العاضد المهيري التوقع هي تزامن 6 دقائق 32 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.